قبل أن ينتهي برنامجنا فلنلقي نظرة على مستقبل الطيران. 25,000 خلية دماغية للفئران موجودة في صحن زهري اللون. لكن أولا فلنقم بأمور خطرة في قسم الاختبارات. أكثر ما يحبه المختبر في قسم الاختبارات هو حفنة من السكر في كوب الشاي. إنها الطريقة المثالية لبداية يوم جديد في المختبر. لكن أهلا وسهلا بكم إلى مطبخ الجحيم. تخيلوا لو أنكم تستيقظون على كوب شاي يفعل هذا. ما الذي حدث؟ ربما قيل لكم إن الماء يغلي ويتبخر على 100 درجة مئوية، وهذا ما يحدث تحديدا في الإبريق. يحصل الغليان عندما يتحول السائل أي الماء إلى غاز أو بخار. لكن من أجل أن يتم كل ذلك ليس على حرارة المياه أن تصل إلى 100 درجة مئوية فقط، بل يجب أن تحتوي على كمية قليلة من التلوثات مثل حبة غبار تسمح للبخار بأن يتجمع حولها. لذا إن كان إبريقكم نظيفا جدا ومياهكم نقية جدا لا يسمح أي شيء بالتالي للبخار بأن يتكون حوله. يمكنكم حينئذ أن تحدثوا مياها بالغة السخونة، مياها تبقى سائلة حتى حين تتعدى حرارتها 100 درجة مئوية. السر في ذلك هو استعمال الميكروويف لأنه يسخن بسرعة كبيرة من دون أن يزعج السائل. لا تحاولوا القيام بذلك في المنزل، إنه تصرف طائش وبالغ الخطورة. بعد أن أخذ أقوال البروفيسور في عين الاعتبار واستعمل الأجهزة المناسبة والآمنة، أصبح المختبر في قسم الاختبارات جاهزا الآن لإخراج المياه الساخنة جدا. تبدو بحالة طبيعية، لكن إن أضفتم القليل من السكر الذي سيشكل الجسم غير النقي حيث سيتكون البخار نحصل على نتيجة مدهشة. هذا ما أسميه كوبا سريعا. إن كنتم تحملون الصبغية X وY وتتحلون بالتالي بصدر شعر فلا شك إذن في أنكم تصلحون للتحكم بإحدى هذه الطائرات. والشيء الوحيد الآمن الذي